أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتردد في نقل قاعدتها العسكرية من الدوحة إذا اضطرت. وفي مقابلة مع محطة CBN الأمريكية، جدد ترامب اتهام الدوحة بتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن واشنطن بلغتها بضرورة التوقف عن القيام بذلك. خلال القمة العربية الإسلامية كان القطريون معروفين بتمويل الإرهاب، وقد قلنا لهم مباشرة لا يمكنكم فعل ذلك. القاعدة العسكرية ستكون على ما يرام. إذا اضطررنا للرحيل فأننا سنجد 10 دول مستعدة لبناء قاعدة عسكرية أخرى عوضا عن تلك الموجودة في قطر.